أشرف زكي نقيب الممثلين، بنرحب بيك في موقع صدى البلد. يعني تحب تقول ايه للفنانة شوكار النهاردة بعد أقول لها يعني إن شاء الله في جنة الله، وأنت قدمتي أعمال عظيمة ومشرفة ليس لذلك ما تعجلي منه، شكلت قدام شعوب وأجيال وأجيال، ربنا يرحمك. أنت كنت إنسانة عظيمة وأم حوالينا، كانت أم حوالينا علينا كلنا، فربنا يرحمها ويسكنها في سكنها. شكرا.